جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على حرص الدولة على العمل الدؤوب لتجهيز لمؤتمر المناخ كاب 27 بشقيه الموضوعي والتنظيمي بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادي الإقليمي والدولي في هذا الملف الحيوي جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر انعقادها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وتطرق الاجتماع أيضا إلى الموقف التنفيذي للشق اللوجستي الذي تقوم به الشركة المكلفة بذلك كما تم تناول الشق التقني الخاص بالموقع الالكتروني للمؤتمر والمحتوى الخاص به وما يتضمنه من تسهيلات وخدمات للمشاركين